اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. نبدا كلامنا عن اخبار النادي الاهلي، والحقيقه هبتدي بكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي اللي كان حريص الحقيقه على انه يحضر ويشارك في احتفال اتحاد الاتحادات النوعيه الرياضيه والشبابيه باليوم العالمي للرياضه من اجل السلام، وده احتفال اقيم ظهر اليوم في مقر مركز شباب الجزيره، وحضر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ويمكن كابتن خطيب القى كلمه خلال الاحتفال وجه فيها طبعا الشكر لكل الحاضرين وعلى راسهم طبعا وزير الشباب والرياضه وكل اللي شاركوا في الحدث او في الحفل، واعرب عن سعادته بالجمع اللي كان موجود النهارده عشان يحتفل باليوم الدولي للرياضه من اجل السلام، واللي بيحتفل بيه العالم كله بالمناسبه تحت رعايه الامم المتحده. عن مشاركه كابتن خطيب خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. الحقيقة سعادتي بهذه الاحتفالية لها أكثر من سبب. بداية تجمعنا الحالي بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، وما زال العالم كله يعيش لحظات الإعجاب والانبهار بمصر الحضارة، مصر التاريخ، وهي تسير جنبا إلى جنب مع مصر الحاضر، مصر البناء والتطوير بإرادة الله وعونه وبقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعزيمة تصميم شعبها وتطلعه إلى مستقبل أفضل بإذن الله. أيضا كرياضي سعيد جدا بالتقدير المستحق لقيمة الرياضة في حياة الشعوب، وسعيد بتخصيص يوم من خلال هيئة عريقة كهيئة الأمم المتحدة للاحتفال بالرياضة والتأكيد على دورها في نشر السلام بين الشعوب. وبدون تحيز، الرياضة هي ركيزة من ركائز أساسية للنهوض بأي مجتمع، وعامل مهم لغرس القيم الأخلاقية بين الشباب وتعزيز الشعور بالانتماء للأوطان. الاحتفال بيوم الرياضة عالمياً يبث روح التنافس الشريف والروح الرياضية التي نرجوها ليس فقط بين أبناء الوطن الواحد، بل بين مختلف المواطنين في مختلف البلدان. الرياضة وسيلة للسمو فوق التعصب وكل المشاعر السلبية. الرياضة طريق للتسامح وللتقارب، حتى وإن اختلفت الألسنة وتعددت اللغات. الرياضة سبيلك للتواضع عند النصر، وسبيلك للإصرار على النهوض عند الهزيمة. الرياضة دعامة من دعائم بناء الإنسان، وأداة لصقل صفاته النبيلة. الرياضة درع واقي وحصن وحصين لصحته البدنية والنفسية على السواء. وبالقطع لا يسعنا أن نغفل دور الرياضة في الإسهام في اقتصاد الدول. الرياضة أصبحت صناعة لا يستهان بها، لها أدواتها ولها استثماراتها، ومن ثم فإسهامها في الاقتصاد شيء لا يمكن إغفاله. الحديث قد يطول ساعات وساعات عن أهمية الرياضة، ولذلك نقطتان أخيرتان. دعوتي لكل من له صلة بالرياضة، عليكم بالتكاتف وأداء رسالتكم التي هي مسؤولياتكم في المقام الأول. الرياضة رسالة سامية، حافظوا على ميثاقها وكونوا خير ممثل لها على كافة الأصعدة. والنقطة الأخيرة، كامل احترامي وتقديري لأبنائنا من زوى الهمم الذين يضربون أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار على ممارسة الرياضة رغم ما قد يلاقون من مشاق. الرياضة وسيلة ورسالة، ومن أعظم ما تحمله هذه الرسالة نشر الوئام والسلام بين الشعوب. ونختم بالسلام: اللهم منك السلام وإليك السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب
طبعا مشاركة الكابتن محمود الخطيب في الحدث ده مش شيء جديد، بل بتمثل استمرار لتعاون النادي الأهلي المثمر مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة، بشكل أكيد بيعكس الدور المجتمعي الفعال للنادي الأهلي داخل المجتمع المصري، وتبنيه لمفاهيم المسؤولية المجتمعية برضو داخل المجتمع، والمبادرات البناءة اللي بتزرع القيم الإنسانية النبيلة في نفوس أفراد المجتمع، واللي كمان بتأكد بشكل مستمر على أن الدور اللي بيمثله الأهلي داخل المجتمع المصري مش بس دور رياضي، لا ده كمان دور مجتمعي شامل منسجم تماما مع التاريخ ومع الثوابت الراسخة المؤرخة كمان في التاريخ المصري. صحيح، انت بتتكلمي على كيان كبير، قاعدة عريضة جدا من الجماهيرية لابد من استغلالها مش بس رياضيا، على كافة المستويات، وده الحقيقة مسؤولية وشرف كبير جدا بيقوم بيه كل القائمين على النادي الأهلي.